كما تتعرفوا على ان الصيف مرحله الصيف تعرف ضغط كبير من ناحيه ديال التوافد ديال السياح لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي، وبالتالي بحكم ان طنجه والاسم اللي معهود عليها على اساس انها مدينه عروسه الشمال، فكان لابد نحافظوا على هاد لاكادونس هادي ونخليوها في مستوى ديال التطلبات ديال الساكنه. ومن اجل هذا الغرض هذا الاطر ديال شركه ارما تتبذل كل المجهودات اللوجستيكيه والبشريه باش توفر للمدينه المتطلبات ديال الساكنه اللي تتسعى وراء بطبيعه الحال. كانت مجموعه من المبادرات اللي خدتها شركه ارما، من بيناتها توفير العامل البشري اللي يكون يعني متواجد في الحاله الطارئه في الاستجابه سميتو المتطلبات الساكنه. كان على مستوى اللوجيستيكي كان توفير مجموعه من الحاويات، زياده في عدد ديال الشاحنات، وبالتالي السهر ديال الاطر ديالها اللي تيشتغلوا اش 24 من اجل توفير المطالب ديال السكان. الور احنا ما يمكنش نكونوا استثناء في المدينه بحكم اننا شركه ديال الخدمات، كان لزاما علينا اننا نكونوا قرابين من الساكنه، وبالتالي في اي لحظه كانت المنادات علينا خصنا نكونوا متواجدين. في هذا الصيف كما كتعرفوا طنجه كتعرف واحد الاكتضاض واحد حركه سياحيه كبيره، انتقل مجموع ديال النفايات اللي كتجمع اليومي من 500 طن الى ما يقرب 800 طن يوميا باش تتغلب على هذا العدد اللي هو تقريبا كيتضاعف. زادت الشركه اكثر من 20 شاحنه يوميا، زدنا اكثر من 200 عامل موسمي اللي كيتمحوروا في الشوارع الرئيسيه وفي المحاور السياحيه وفي الاحياء اللي كتعرف اكتضاض في الصيف. الحمد لله الامور مشات كما كنا كنتوقعوها بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. سيما حنايا حاليا توصلنا بما يقرب 2000 حاويه اللي كتوزع حاليا حنايا في صدد التوزيع ديالها في الاحياء والشوارع، اللي كنتمنى من السكان ومن الرواد ديال مدينه طنجه باش يلقيو القمامات في المكان المناسب ديالها حفاظا على البيئه وحفاظا على الحياه والصحه العامه ان شاء الله.